نشاهدوا في هذه الأثناء احتقان كبير ما بين السائق المهنيين ومع الخونة اللي كيتنعلوا أشرنا له كيدخلوا للزريبة، كنباشروا بالعمل ديالنا في الدخول للزريبة. الزريبة بالمجان دخل الزريبة بالمجان، دخل منار هاد منار الله يعلم امك الوالدين، كلشي غيدخل. خوانا نشوفوا الخوانا كانوا سوبات الله يعلم الوالدين. زيد هذا راه هاد السيد كيتعنب صاحب الشاحنة، كيقول لك هو اللي كيفورني الحبس، هو اللي كيفورني الشرطة، هو اللي كيفورني كلشي، والله لا دخل ولا هو يكون كيفورني الدولة قسما بالله. حنا نشوفوا هاد اللي دار فيه دخل، راه هو دخل تما. صور أمو الحوت ما يخرج، دخل داخل الزريبة وسدوا عليه برا. عمار تعبوه